وصلنا إلى الحادث اللي حدث قبل قليل. أكيد دكتور عقيل متواجد في الحادث، نعرف من جنابه يعني تفاصيل هذا شنو اللي كان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سلامة الجميع. الله يسلمكم. الحمد لله على سلامة الجميع. الحمد لله ماكو خسائر. الحادث أدى إلى ضرر كامل في جسر المشات اللي موجود على طريق شارع بغداد، لكن لا توجد خسائر الحمد لله في الأرواح، ما توجد ضحايا. الحادث بسبب سوء استخدام الطريق من قبل مركبة ثقيلة لوري كان فاتح القلابي مالته، وبسبب الارتفاع هذا ضرب الظاهر. ما أعرف والله هو كان يعني مركز ما يعرف أو ما يعرف. أي طبعا، لأنه الضربة صارت بالنص، الضربة قوية وهاي بركائز فانسحبت وقع الجسر كله. الحمد لله الشيء المهم أنه ماكو ضحايا، لكن هذا سوء استخدام للطريق العام، أكيد يحاسب عليه القانون. تم إلقاء القبض، تم إلقاء القبض على السائق، سائق مواليد 99، راح نتحقق منه يحمل إجازة السوق ما يحمل إجازة السوق. زين، وراح نتحقق ليش كان يسوق بهذا الشكل، وليش كان الرافعة مالته أو العجلة القاطرة اللي هي القلابي كانت مفتوحة وأعلى من الارتفاع المطلوب اللي أدى إلى الاصطدام مع الجسر ووقوع ضرر كامل بالجسر. راح نتحقق من الإجراءات القانونية والمرورية كذلك. أكيد 100% المرور عندهم إجراءات، والشرطة أيضا عندها إجراءات. الإجراءات القانونية بما يتعلق السير المركبات في الطرق وتنظيم هذه العملية راح تتحقق منها الجهات المختصة وراح يتعاقب. الشيء المهم انه الحمد لله والشكر ما صار ضرر بشري وماكو اضرار. دكتور، سعيد، انتقلنا الى الجانب الاخر من الجسر طبعا، بس اريد اعرف من جنابك الخطه المروريه يعني كيف راح تتم، وتعرف هو يعني طريقه سريع ايهاب واياب. مثل ما تشوف الان السايدين مغلقات، يعني الجسر اذا تصوره كاميرتكم متضرر بالكامل. الحقيقه استنفرنا جهد البلديه وجهد الآليات والجهد الخدمي اللي عندنا بالمحافظة. إن شاء الله خلال ساعتين ثلاثة راح نفتح الطريق السايدين. باقي طبعا إن شاء الله منا للصباح راح يكون السايدين مفتوحة، لأنه الآن المرور من السايد الذهاب أو الإياب في مخاطرة الحقيقة. بعض من أجزاء الجسر بعده ممكن يعني تسقط في أي وقت. نحاول نبعد الناس من المكان. البلدية عندها جهد إن شاء الله جاي تشتغل به. أيضا خطة المرور أنه نفتح السايدين، أكو طريق بديل هسه بلغنا السيطرات بالمرور. بس الطريق البديل الذهاب من هذا الجانب، أكيد الطريق الإياب. أكيد الذهاب والإياب أكو طريق قبل الجسر اللي وقع الحادث عليه، راح يسلكون السيارات. خلال ساعتين ثلاثة راح نفرغ الطريق. استنفار الجهد إن شاء الله الآن بدأ، وعندنا آليات وراح نحاول نفرغ بقايا الجسر من الطريق حتى يكون الممرين الذهاب والإياب آمن، يعني مثل ما أشوف، لأنه الجسر كله متضرر. شكرا جزيلا. حياكم الله.